ثلث لاعبين حمزة يتوعمر وسيلة ربما سليم بومشرى سليم بومشرى سليم بومشرى يفتتح مجال التهديف في الدقيقة 39 كرة لا ترد ولا تصد ولا يسأل عنها الحارس صالحي كرة تسكن مباشرة في شباك الحارس صالحي في الدقيقة 39 وفرحة عارمة وسط أنصار اتحاد الحراش الذين تنقلوا مع فريقهم لتقديم الدعم والمساندة في هذه المباراة اتحاد الحراش هي الإعادة كان تنفيذ محكم من بومشرى بقوة خادع يعني الفريق وأظن بأن هذه نتيجة المجهودات اللي قام بها فريق اتحاد الحراش طيلة هذه 40 دقيقة كان أخذ أكثر تنظيم أكثر مبادرة أكثر